اليوم في عام 2012 كانت الواردات في تونس بما يقارب 20 مليون دينار. اليوم الواردات في عام 2015 فاتت 90 مليون دينار، معناها بفارق 70 مليون دينار في 3 سنين. 70 مليون دينار يجي رقم المعاملات نتاع نقولوا ثلث القطاع اللي هو قاعد يجينا من برا. الواردات هذه رغم الاستثمارات اللي صارت في المصانع نتاع تونس الكل وفي القطاع الكل اللي هي بعشرات ومئات ملايين الدينار. هذايا زعما باش خاطر القطاع قاعد يتطور، معناها في الاستهلاك وكل، في بان زعما باش نغطيو الاستهلاك نتاع القطاع في تونس بالاستثمارات هذه والتوسعات هذه، لكن ما راعنا اللي كونوا في عوض احنا نقدموا، بالعكس قاعدين نوخروا في رقم المعاملات نتاعنا في القطاع. وهذايا علاش؟ على خاطر هالحجم نتاع الواردات اللي جاينا من كل بلاصة، نعم كما قال سي زهير، واللي هو معناها ولا يشكل خطر على الاستمرارية نتاع الصناعة نتاعنا في تونس. وهل جودة عندهم جودة؟ على خاطر اليوم في الاتفاقات الدولية ثم تصدير وثم استيراد وغيره، لكن كذلك الجودة هي الحماية الوحيدة. سي صوفيان، احنا القطاع نتاعنا يصدر في المربعات الخزفية في ايطاليا وفرنسا، وكي نقولوا ايطاليا ونحكيوا على فايونس، هو كلمة فايونس تخلقت في ايطاليا في بلاد اسمها فايانزا. معناه احنا قاعدين نصدروا في المنتوجات نتاعنا في البلدان هذيه، وطلاين بيدهم يقولون راكم قاعدين تعملوا في السور كاليتي. علاش احنا نعملوا في السور كاليتي؟ على خاطر كوميم اوني ميد ان تونيزيا، دونك نحبوا نعملوا حاجه خير من الطلاين وخير من الاسبانيور والبلدان اللي عندها. لكن هما في الاسعار الدوله نتاعهم قاعده تسنفر. هما كانك من تركيا فما دي سوبونسيون، كانك من الصين حتى عندك النقل في كل شيء، احنا ما عندنا حتى شيء.